المرأة الزوالية ما عندها حتى أي قانون. المرأة التونسية صنديدة ولا المرأة التونسية صنديدة باش صنديدة يزم يكون القانون حميها. القانون مش حاميها، مش حامي المرأة الزوالية، مش حامي المرأة العاملة هذيك. هذيك هي بالحق المرأة اللي تمثل تونس، هذيك هي، لأن هذاك المرأة هذيك هي اللي معناها بريسك معناها نص المجتمع التونسي. بلادي القصب تحديدا ولاية أو منطقة الوسلاتية، انقلاب شاحنة تنقل فيها عاملات فلاحات ووفاة امرأة في الحادث مع برشا جرحى، شنو وراي؟ هذه الموضوع هذا قاعد معناها يتعاود قديش من مره، توا معناها في العام نسمعوا به 5 6 7 مرات وشفنا حتى حل. معناها وهذوكم مسكين العاملات يخدموا على عائله كامله، على اولادهم باش يقروهم، معناها باش ينجون جيل جديد باهي ومعناها ويمشي للمدرسه وشبعان على الاقل في كرشه وكليكه، لكن الظروف ديما ما قاعده معناها ضدهم. انا نتصور اللي كل معمل ولا فلاح لازم يعمل اسمها هي مواصلات حافلة معناها تابعة للمعمل متاعها ولا تابعة للحقل متاعها ولا تابعة معناها، لأنه راهي ناس تموت، راهي ناس مثلا نسيرة رجلها تتقص ويداها تتقص وعندها عائلات وعندها معناها مش أي حاجة، مش حيوان، حتى الحيوان هو ما عادش نخلوه يموت، خلي مراها مسك أم معناها مخلية وراها. شوفك إذا الأم توفات الله يرحمها معناها شنو باش يصير فك اليتامى اللي بعد؟ سيي تشردوا مشاو معناها خير، ولوا كفاه بالها هي مسكينة تخدم باش تخرج لنا معناها جيل باهي تموت، ولك اليتامى يتشردوا وشوفها صبار وين يكونوا في الشوارع في معناها ومعناها اذا ربي معناها ما رحمهمش. ولهذا يا اما الدوله، واني ما نطلبش ياسر من الدوله معناها، اما نطلب من صاحب المعمل ولا صاحب الحقل ولا صاحب معناها اللي خلص فيهم يعمل لهم معناها وسيله نقل خاصه بالمعمل هذاك باش الناس يمشوا في امان ويرجعوا في امان، معناها اقلهن على الاقل. اليوم معناتها حاسه وراحاسه، احنا اليوم مانيش قاعدين نسمعوا في حاله شاذه، احنا نسمعوا في حاله متواتره، كل يوم نسمعوا لي انقلاب شاحنه يموتوا فيها نساء كل يوم، يقول قايل معناتها وين الدوله؟ وين القانون؟ وين معناتها خلينا نقولوا وين الترسيخ الفعلي لحمايه المرأة وحماية حقوق المرأة؟ لا ما فماش حقوق المرأة، بالنسبة للمرأة الزوالية ما عندهاش حقوق المرأة، مع كل الأسف معناها ونقولها بأعلى صوتي اللي المرأة الزوالية في تونس ما عندها، هو الزوالي بصفة خاصة بصفة عامة والمرأة الزوالية بصفة معناها خاصة ما عندها حتى أي حق، وهذيك هي بالحق المرأة اللي تمثل تونس. هذيك هي، لان هذاك المراه هذيك هي اللي معناها بريسك معناها نص المجتمع التونسي نتاع النساء هي اللي في اللي معناها في الدواخل معناها الولايات معناها كلها، وتخدم معناها وتكد وتجد معناها كلها، مش عارفه في الدنيا شو فهم، واحدين ما يعرفوش حتى الرئيس شكون والوحده الدرشنيه شكون، معناها همهم الوحيد انه هكا معناها لقمه العيش باش يتحصلوا عليها. ويا ويا نقولوا بصريح راهي برا اللي النساء هذوما معناتها يخدموا في نوار، معناتها لا كونترا يحميهم، لا معناتها خلينا نقولوا لهم مرسمين يخدموا معناتها تحت حيط. وينهم اللي يتبجحوا بحقوق المراه؟ وينهم اللي يقولوا المراه التونسيه حره؟ وينهم اللي معناها نهار كله هم في التلافز يخرجون المراه التونسيه، المراه التونسيه صنديده ولا المراه التونسيه صنديده باش؟ صنديده يلزم يكون القانون حميها. القانون مش حميها، مش حامي المراه الزواليه، مش حامي المراه العامله هذيك. اذا ما تخدمش معناها في الاداره معناها الكل الاخرين ساكن النساء كل الاخرين معناها ما همش محميين لا قانون ولا هم يحزنوا تطيح هذه تموت المراه تصور حاجه ما تصور حتى حاجه لان لا عندها انشورنس تامين ولا عندها حتى شيء في حياتها معناها في هكا مع الخدمه هذيك مشيت هي اولادها مشاو وانتهى الامر الا ما تعبش وقتو هكا اللي تونس بلاد الحريات وبلاد الحقوق وبلاد حماية حقوق المرأة معناتها وما إلى ذلك من الحقل المعجمي نتاع الحكايات هذوما. قول قال وينو هذا الكل معناتها في الحالات هذه؟ لا حبر على ورق، ما فهم منها حتى شيء، شعارات فارغة، مع كل الأسف نقول الكلام هذايا، شعارات فارغة، ما فماش حماية للمرأة،
ما فماش حماية خاصة للمرأة العاملة البسيطة هذيك اللي كان من رجلها، كان من سيد العمل، كان من ولدها الكبير، كان من كل معناها ما عندهاش المرأة الزوالية، ما عندها حتى أي قانون، ما عندها أي قانون يحميها مع كل الأسف.